النهارده الخميس. الخميس يعني بيونكا وبيبيون، يعني وحشتوني 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 وحشتني القعده معاكم جدا. النهارده ما حبيتش اجيب ايدي فاضيه، جبت لكم حاجات حلوه كتير كتير هتعجبكم. حبينا نختم السنه بحاجه حلوه ونشوف حاجات حلوه مبهجه جدا قدامنا دلوقتي هتشوفوها معانا، وحبينا كمان نبتدي السنه الجديده مع بعض وبنفكر كل الناس بهابي نيو يير وان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا. والنهارده معانا بقى فقره كالعاده مميزه جدا. النهارده معانا فقره يعني تحس ان هم كوكتيل كده من المواهب، بس هي اللي عنده موهبه في حاجه بيبقى عنده موهبه في كل حاجه. حد عنده طاقه كده وانرجي فظيعه، بعشق وبموت وبحب جدا الجيل القديم مع الجيل الجديد لما بيخشوا مع بعض بيطلعوا كوكتيل يجنن. طلعوا لنا النهارده كوكتيل سوسن وهبه. ما تسالونيش ازاي دي بنتي دي يعني. ربنا يخليك يا رب. اهلا. شبه بعض؟ لا مش شبه بعض، يعني اخت صغيره واخت كبيره عشان بس حرام ما نظلمهاش. اولا انتوا من المغرب، انتوا منورينا في مصر. ربنا يخليك. سعيده جدا جدا بالفقره، ربنا يخليكي. سعيده بالالوان، سعيده بالمواهب، سعيده بكل حاجه. انا سعيده النهارده. لاباس عليك؟ كل شيء مزيان؟ شو اخبارك؟ منيح بخير ولا احنا بنحاول نتكلم بقى مغربي. انا مبسوطه مش مهم حتى لو مش فاهمه مش مشكله. هبه النهارده هتكلميني مغربي، سوسن هتكلمني مصري عشان ايه نضم ال ساسي وخا 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 تمام. مش عارفه اترجم، خلي بالك. ايه اخبارك يا سوسن؟ الحمد لله تسلمي. كنتي مجال او انتي مجال ولقيتي في حته موهبه كده يعني مستخبيه، لمعتيها ونورتيها وخليتيها في غايه التميز والبهجه. انا يعني الترابيزه عطياني احساس بالانبساط. ربنا يخليك. ده بس سيبك بقى من الاعداد واللي احنا قايلينه، الالوان رائعه، فكره الهابي نيو يير طبعا حلوه جدا. خدتي بالك من بابا نويل ده؟ طبعا بابا نويل. لا انتوا كمان في فيونكا وفي بابيون، يعني هو ده. دلوقتي هجيبوا لكم شكل التورت. كويس، الالوان فظيعه. ربنا يخليك. طب احكي لي بقى بداتي ازاي؟ انت اصلا متخصصه في المساج والتنظيف البشره والكلام ده كله، والحمام المغربي عشان انا مغربيه وكده. شفتي؟ هو حلو بقى. لقيتي بقى حته كده جوه؟ هو انا من زمان وانا يعني بعمل الحلويات دي وبعمل الحاجات دي. بس هو صاحباتي بصراحه اللي شجعوني. هو لما بنروح عندهم مثلا في حد بيستغلوكي؟ لا، بعمل الحاجات وبوديها لهم البيت كمان، فدايما يعني بيقولي مش عندهم كمان يا شيف. هم اللي اطلقوا عليا بصراحه لقب الشيف. طبعا شيف سوسن. لا فمن هنا جت لي الفكره اني لا يعني اعمل الحاجه. انا بعمل وفي حاجات كتيره قوي ان شاء الله هتشوفوها بعدين. اكيد طبعا إن شاء الله. اكيد. بداتي بقى تحسي ان انت الموضوع اكبر من انه لاصحابك بس. احكي لي، طب يعني احكي لي الافكار بتجيبيها منين؟ الالوان بصراحه يعني اكسلنت فظيعه. هو الافكار بتجيني وانا نايمه. انا مصدقاكي. نايمه والله بجد. لا بحلم بالشكل اللي هعمله بكره، هعمل ايه ما اعرفش. لا يعني في كذا حاجه انا مش شايفاها خالص. انا ببقى مصدقه جدا ده، لان انا ساعات مثلا كفاشن ديزاينر ببقى بشوف حد انا شفتك لابسه حاجه يعني عارفه، فبتحسي ان في الهام بيحصل. انا مصدقه جدا. يعني انت نمتي حسيتي بفيونكا وبيبيون وبتقولي هبه انا هعمل كذا. ماشي يلا بينا. هي بتدوق بس. لسه كنت عايزه اسال بقى، هبه بتدوقي وطبعا سبورت المامي بالظبط، وطبعا ماسكه بقى البيج بقى والحركات والسوشيال ميديا والجو الجديد. مديره عمل. لا ودايما لما بتدوق حاجه الله يا ماما، عارفه الكلمه دي بجد يعني بسمعها كتير. مش عشان انا مامتها، فهي لا هي ما ينفعش تكون بتجامل، هي لازم تكون حياديه جدا. بس بجد يعني ما فيش حاجه ماما عملتها قبل كده وطلع مثلا طعمها وحش او اقولها لا، او كل ولا حاجتها ما شاء الله. نزود تيست ده، نقلل التيست ده، صح يا ماما؟ بنقول كده. لا ممكن تقولي مثلا أتريك. لا يعني بنكمل بعض. اكيد بالظبط، يعني حتى في الديكوريشن او كده. لا يا ماما زودي دي، اعملي دي. مثلا الطبق ده فيه شوكولاته. فانا بقول مثلا هنجيب شوكولاته ما اعرفش ايه وغاليه وكذا حاجه، فلا انا عامله شوكولاته بايدي وحشيها بحاجات حلوه قوي. انت اللي عاملاها؟ انا اللي عاملاها. فمحشيه حاجات حلوه. انا عايزاكي تدوقي. انا بصي لسه هقول. تدوقي وتشوفي. لسه هقول هاتي لي الطبق الحلو ده اهو. انا عايزاكي تدوقي دي. دي؟ فيها جوز الهند. أنا عشان حاجه اسمها جوز الهند. دي وايت شوكليت. وفي جوه الحتت بتاعه الفروت، صح كده؟ صح. ده ترانسليشن. هو ده. قطع من الفاكهه.
المجففة عندنا المجففة. عندنا دي الفاكهة المجففة والشوكولاتة بيضة صح كده؟ انا هدوق وهقول والله الحق. لا دوقي وقولي في تحت ايه ده بقى؟ جوز الهند. جوز الهند. جوز الهند. طب دوقي كده و... ادوق انا كده. بصي نفس نفس الرياكشن بتاع هبه لما بتدوق الحاجه. بدوق الله خلاص اللي هو الفروتس ظابط السكر بتاع الوايت شوكليت. وانت اهم حاجه السكر مظبوط كي مكاره. لا بس حلو صح؟ حلو قوي. شفتي؟ انا بتهيألي قبل ما اخلص دول انا هبقى لا لا ما تخافيش من الحته دي. طب طمنيني بقى. لا ما تخافيش عشان الحاجه لما يكون سكرها مظبوط ما تخافيش منها. مش السكر انتوا عندكم مش زايد قوي. انتوا عندكم عشان البسبوسه والحاجات دي بتبقى سكرها تقيل فدي لكن هي فعلا خفيفه جدا. على فكره هي حلوه قوي 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 في الزيارات كمان بتاعت مش الكريسماس بس ان جنرال. لا يعني ممكن حد يطلب اوردر يبقى مثلا انا عارفه مثلا ان الاطفال هنا بتحب مثلا الوايت شوكليت البراون شوكليت. قولي لي عامله ايه تاني بقى؟ التورت ده كب كيك. الكب كيك. نتكلم على الكب كيك. اي لاف ات. لا عارفه الكب كيك ده في سر خطير جدا. قولي بسرعه. بسرعه قولي بسرعه. نوع من انواع الخضار عشان الاطفال اللي مثلا في طفل ما بياكلش مثلا جزر او كوسه. انا بعمل الكب كيك بالكوسه والجزر. بتهزري؟ والله بتطلع حلوه. دي معموله بالجزر. بالجزر. بس هو الجزر والبرتقال والحاجات دي متعارف عليها في الحلويات بس هي الكوسه دي غريبه. لا شوية. لا حلوه حلوه. طب مش بتطلع ميه كده في لا ما هو بتتعصر. بتتحط هي بس بتعصري الميه حتى الجزر بتعصري. حلو ده. دي تدي لون حلو كمان. هي مع ما مش بتبان. مش بتبان لا عشان عامله الكاكاو فمش بتبان. احنا قاصدين. شفتي بقى في حال حسن. طب طلعي لنا حاجات وافكارات بقى. قولي لنا نعمل ايه ازاي يعني. انا عايزاكي تقولي لنا انت بتعملي ده ازاي. والله بالبركه. انا عاجبني الترابيزه لدرجه يعني فظيعه. الجاتو ده يعني ما فيش كلام يتقال. تري شيك يعني ذوقك عالي فوق الوصف. رقيق فوق الوصف يعني الجولد او الذهبي مع الشوكليت الدارك. وهمي. ممكن تكلميني عن ده ايه بقى؟ ده شوكليت. شوكليت. بصي التورته دي في الحلقه دي كوبايه شاي بلبن. جيبوا لها كوبايه بعد ما تخلص الحلقه يا جماعه ارجوكم. عايزه امارس موهبتي. انا لما جيت هنا يعني التورت عندكم كده يعني كنت مفتقده. احكي لي بقى بجد احكي لي المعاناه اللي انت حسيتي بيها. هي ايه؟ انت مفتقده التورت المغربيه عشان عندنا غيركم. في فرق. قولي لي بقى الفرق بين هي دي التورته بتاعت المغرب دي لو دقتيها هتحسي بالفرق. ايه بقى؟ طب قولي لي انا ايه الفرق؟ عندكم انتوا مثلا الكيك على كريمه. لا احنا عندنا طبقه جينواز اللي تحت بنعملها ونعجنها كده بشويه حاجات وبعدين نرصها ونحط الحاجه بقى. يعني قصدك ما فيش مثلا طبقه الكريم جانتي والكلام ده مش موجود كتير؟ مش موجود. لا موجود بس موجود بطريقه غير طريقتكم. انا موافقه. انا بحب كده. انا لو دقتي هتشوفي طبقه متقرمشه. انا هدوق والله اوعدك. لا شو الوضع ده. انت لما تدوقي هتفهمي انا بقول ايه. يعني انت تقصدي ان هي معموله بطريقه اخف شويه في التيست بتاع الطعم. وفي الطعم مش مكترين الكريم جانتي. الكريم شانتي وكده. لا فيها حاجات حلوه ولو اكلتي شويه بتديكي باور كده مش بتحسي انها تقيله كده. ولا خالص. انت قلبتي مصري خالص. لا تمام. يعني شايفه اقلب لك مغربي. ما عنديش يعني مشكله. تكلميني مغربي شويه. احنا عايزين دراستك ايه يا هبه بقى؟ ماشي. انا طالبه في جامعه كليه تجاره انجلش فرقه ثانيه. لا بالمغربي يا هبه. انا سمعت الكلام ده بالعربي خلاص. انا كان قراءه في الفاكولتي دي كوميرس وبس كان قراءه في الجامعه. بتحبي بقى المجال ده والكلام ده؟ قولي لهم. قولي. هي بتحب تدوق. بحب ادوق بس ما بعرفش اطبخ. بس حلو ان انت بتدوقي الاكل اللي مامي عاملاه بس مش تخنانه يعني مش يعني يعني لا محافظه جدا. لا تمام. ومامي نفسها يعني مامي لا وبتساعدني. بتساعدني. قولي لها بتساعديها. بتساعدني ازاي؟ بتعملي ايه؟ بحب جوز الهند جدا في اي حاجه فيها جوز الهند. ماما تبقى ساعدك تبقى رش لك جوز الهند. هي بترش لي جوز الهند. بصي المساعده قيمه يعني. تحسي ان جوز الهند خلاها بيضه. بصي هو ده.
بعشق بعشق جوز الهند. لا عشان كده دي مامي بروفيشنال فيها. لا فظيعه في اي حاجه. لا انت لما تدوقي هتشوفي كل حاجه ليها طعم. حتى البسكوت مش كله عجين واحد والله. لا كل حاجه بالعجين بتاعتها في اللي يعني. طب احنا هنبقى ناخد بقى شويه مقادير كده يعني مانيفيستو كده. هو الناس بتسالني مثلا كل الناس بتقول لي على مقادير الكيك ازاي الكيك. ايوه كده يعني معرفش بتعمل دي بتعمل البتاع ده اللي بتطلع فطانه دي. ازاي هو انتوا بتعملوا الكيك في فرن يعني مش مسخن، لازم يكون مسخن الاول، سخن الاول، سخن جدا وبعدين تحط عليه وتوطي يعني تدخلها والفرن السخن ده. منطقي. لا بس في ناس مش منطقي بيعملوها. أوكي. وهو يعني الفرن بارد وتدخل وتدخل. لا دي بتفطس جدا ما تبقاش كيك كده في الاخر. في حاجه برضو بتفطس لو كان الدقيق مش كتير، لازم الدقيق يكون يعني لو كانت خفيفه بتفطس. ايه بتفطس دي؟ بتهبط. بتهبط. بتبقى من جوه مش هي انا قلت على طول. ايوه هو هي عندنا اسمها بتهبط. تمام مكتومه. تمام. لو هقول لكم برده سر انا بعمله في الـ في الـ في الكيك عشان تيجي حلوه وكده. طلعي كل الاسرار دي بليز يعني. انا بعمل شويه خل. خل خل على الكيك بيشيل زفاره البيض وبيدي الاسفنج بتاع. حلو ده. حلو. بس قد ايه بقى رشه زنطه ده؟ يعني قولي معلقتين كده على يا شيخ. لا مش هيبان. جريئه. وفي حاجه تاني وخل. لا اسمعي التالته بقى. والتالته بقى قولي قولي. بعمل 7 اب. انا عارفه ده. انا بابي كان بيحط في الكيك كده بتدي تيست مع مسكره سنه بتبقى حلوه جدا. بتبقى حلوه جدا. انا عارفه دي المعلومه دي انت عارفاها عشان ممكن شفتيها بس المعلومه دي غريبه جديده. لا انا عارفه ان هي دي بس انا كنت بحسبه هو اللي مخترعها طلعت. لا حلو. طيب قولي لي بقى احنا كلنا بندخل المطبخ بنعمل شويه غلطات طبعا في الحلويات بصفه عامه. قولي لي غلطات كده بسيطه تخليني ابقى داخله حاسه ان انا ان شاء الله هطلع الحاجه تبقى مظبوطه. مثلا البسكوت لما اكون هعمله بيفضل مثلا بعمله بالليل وبعمله تاني يوم يخمر. لا مش بيخمر. ما بحطش فيه خميره خالص او بيكنج باودر. لا بسيبه في الثلاجه. حلو. كل ما بقى في الثلاجه كل ما بيجي حلو وطري ومتقرمش وكل حاجه. معقول. لكن ما تعجنهوش وتعمليه على طول. حلوه. دي اول معلومه. طلعتي لازم لازم يبات في في حاجه تاني يبات في ولا اطلع انا؟ انا هطلع كل الحاجات اللي عندك. المهم يعني. طب قولي لي بقى انا عن نفسي بحب الحاجات اللي عليها فروتس والحاجات دي بس انا مش بحب ان يبقى شكل الفروتس دبل كده او بقى بيل كده شويه. يعني زي الفراوله مثلا ساعات بتطرى كده. الموز بتحافظي على ده ازاي؟ بعمل حاجه اسمها نباج. النباج ده هو اللي بيخلي مثلا الموز ده ما بيتغيرش لونه. ما بيسودش. ما بيسودش او اي حاجه. بعمله بليمون وسكر وميه. خلاص. ليمونه وسكر. وسكر. فيها تقعد. هتقعد اي حد بيقعد على الكرسي ده بيقول لي خبايه الشغل بتقعد معايا. ما فيش الكلام ده خالص. لا الخلطه دي دايما عندي في الثلاجه. الخلطه السحريه. ليمونه ومعلقتين سكر. لا هو ممكن تكون حتى كوبايه سكر. لازم يكون تقيل عامل زي العسل. اوكي. بس اخف من العسل شويه. وايه تاني؟ ليمون وكوبايه سكر وميه وتسيبيهم يغلوا في فوق النار. عسل زي بتاع الكنافه تقريبا بس اتقل شويه. انا ما عملتش كنافه فمش عارفه بتعملوها ازاي. عسلنا يا جماعه عسلنا ده. بس والخلطه دي لما بتبرد خالص نحطها في الثلاجه. علبه وفي الثلاجه. في الثلاجه دي دايما عندي. طيب احط بقى الفروتس كده او الفاكهه فوق وارش رشه. دي لغايه مثلا تفضل 3 ايام كده ما يحصلهاش اي حاجه. اصل انا شايفاها بتلمع. ما ده اللي خلاني اسالك السؤال ده اللي خلاها بتلمع. لما بتسكر اكتر بتبقى يعني انا بحبها تاني يوم. انت واضح ان انت ذواقه. جدا. ودي التارت دي محبوبه بنت بتعذب يا جماعه من المنظر. عارفه الناس حبتها قوي. حبيتها جدا. يعني انا بعمل التارت دي كتير قوي يعني الناس بيطلبوها مني كتير. لا هي شكلها مبهج جدا وحلو ان انت مثلا تطلبي الفروتس اللي انت حباها. يعني حد بيحب الكيوي حد بيحب ده بيحب ده. قولي لي بقى انت ليكي في طبعا سؤال يعني غريب شويه بس يعني هنحاول نقنع نفسنا بيه. ممكن الحاجات دي تبقى دايت؟ لا بصراحه يعني لا 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 هي مش هتبقى دايت بس هي بصي اول لما انا عملت الحاجات دي
كان تعليق الناس ايه؟ انها سكرها خفيف. خفيف هي فعلا دي مع انها عباره عن شوكليت بس كلها خفيفه جدا. الناس بتقول لي كده، حتى دي يعني التارت ده بتبقى مسكره او كده، بيقولوا لي احنا لما بنشيلها من بره بناكل بس لا ما بنقدرش نكملها من كتر ما هي مسكره. حقيقه ما انا عشان اقدر اقول لهم كلامي ده صح ولا غلط لازم اثبت لهم يعني. طب قولي لي ده ايه بقى الاصفر ده؟ ده كريم باتيسير. هي والله خفيفه جدا يعني، عارفه اللي يعني ينفع ياخدها الواحد يعني في جدا. شفتي هي مش مسكره خالص، بس حلوه يعني، ما تحسيهاش ان لازمها سكر، لا او ما تحسيش ان انت لازم تاكلي حاجه حادقه وراها. عارفه انت الاحساس ده. احنا بقى ممكن نفطر بدي يعني، دي معك دي او كرواسون يعني، نفطر دي لو خدتي واحده منها معاكي. خفيفه خالص. حلوه قوي. قولي بقى الكريم ده ايه اللي هو اللي انت قلتيه؟ كريم باتيسير ده بيتعمل بلبن وبيض ونشا. حلو قوي، بس انا كده هشبع مش هقدر اخش على طيب بقى قولي لي بقى، انا دلوقتي عايزه مثلا اطلب اوردر مثلا زي التورت دي كده، اطلبه منك قبلها بقد ايه؟ يومين ثلاث ايام بكتير يعني. يومين ثلاث ايام. تقدري بقى اديكي ديزاين ولا انت اللي بتعملي الديزاين؟ لا لو هتديني ديزاين ماشي، عايزاني انا بحب الواحد يقول لي. لسه هقول والله. قولي لما بيقولوا لها اعملي اللي انت شايفاه صح وبراحتك خالص، دي بتبقى روعه، بتطلع احسن ما فيها. انا عارفه اللي ببدع ممكن ما نامش لغايه لا عشان حاسه ان في ثقه حد اداها لك، فانت عايزه تطلعي احسن حاجه عندك. بتتعب قوي والله، بس بعد ما بتخلص وبعد ما بنشوف شكل الحاجه في الاخر اللي هو. طب قولي لي بقى كواليس بقى فيونكا وبيبيون كانت معاكي ايه؟ قولي الحق يعني، التورته دي انت فكرتي في ايه؟ ركزتي في ايه؟ انا شايفه الشجره بتاعه الكريسماس وبابا نويل طبعا، القلب ده قلبي اكيد الحلو ده اكيد والفيونكا والبيبيون دي شوكليت اللي هي فلوتس دي او كده صح؟ ملونيها ازاي بقى؟ الاخضر والفوشيا دي ده اللي هو شنو كانت تقول ليها ماما؟ سيجار ده شوكولاته، ده عامل زي بسكوت بس هو عندنا اسمه فلوتس اللي هو الفلوتس يا جماعه الاثنين اللي في بتاع واحد ده هي لما عملت الحاجات دي ما كنتش معايا، انا كنت في الجامعه. رجعتي بقى حسيتي، احكي لي لما رجعتي حسيتي لا ما رجعي لا ما هي كل حاجه بتعملها بتصورها لي، هي بص انا عملت كذا تبعتي الله. اول لما بتدخل انبهار، بسم الله ما شاء الله يا ماما، بسم الله ما شاء الله يا روحي، الله يعني شهاده. اللي هو دايما حلو قوي والله، دايما والله دي اكبر سبورت ليكي صح؟ صح؟ والله ربنا يخليها لك يا رب. لا هي جميله شكلها انا بحب والله. بصي انا يعني انا بقتنع جدا جدا بان الجيل القديم عنده حته والجديد عنده حته، لما الاثنين بيتحطوا على بعض تحسي انت طبعا عندك العقل والرزانه والخبرات المكتسبه والكلام ده كله، نزود بقى عليهم الجيل الجديد بالسوشيال ميديا بالافكار الجديده بالالوان الجديده بالافكار المجنونه، تحسي ان الاثنين لما بيتحطوا مع بعض بتلاقي هو ده. لا وانا هقول لك برده على سر مع هبه، هي طبعا. وهي صغيره بحس بيها ان بسم الله ما شاء الله عليها، عقلها كبير يعني. هي عندها سنتين ونص كانت تروح يعني بقول لها اعتمدي على نفسك، فكانت بتروح مجنونه تتخيلي هي صغيره بتقول لهم انا عايزه الاوردر ده، بيحترموها عارفه، بتيجي هي وبيجيبوا لها. انا ده اللي كنت هقوله لك، انت من وانت حاسه بيها من وهي عندها سنتين ونص انت زرعتي جواها بالكلام الحلو والطاقه الايجابيه اللي انت زرعتيها خليتيها تطلع كده يعني. ده اللي احنا بنقوله برضو. بصي الحلقه دي فيها مسج كتير يا جماعه حقيقي، ده بيبقى من وهي صغيره بنى جواها ان انا شاطره، انا معتمده على نفسي، انا عندي شخصيه، انا صاحبه قرار كده، وبالتالي دلوقتي انت بتجني اللي انت عملتيه. هي القدوه بتاعتي في اي حاجه. ايه يا جماعه الحاجات الحلوه دي؟ هي مثلا تكون بعيده فبعينينا بنفهم بعض، بنحس ببعض يعني. ما شاء الله عليك. حاجه مثلا حصلت، لا انا بيحصل لي نفس الحاجه حتى لو انا في مكان تاني.
ما شاء الله عليكم. عارفه عاملين زي التوأم كده. ما انا اللي هي انتوا اعطيني الاحساس ده. انتوا بره احنا من واحنا يا جماعه بنجهز بره الفقره وشفت الالوان كانت فظيعه. انا بقولها يعني مش مصدقه طبعا ان مامتها فرق سن مش كبير شكله خالص، وروحهم دلعهم لبعض، حبهم لبعض. طبعا طبيعي ان الام والبنت بيحبوا بعض كده، بس في روح كده. بس احنا اصحاب يعني، ما بخبيش عنها حاجه، كل اسراري معاها. هي بتقول لي يا سوسن صاحبتي، بقول لها يا سوسن عادي جدا يعني. عادي جدا يعني، خالص جميله. احنا على فكره ما عايزين نرحب بيكم بالطريقه المغربيه. اتفضل. اهلا اهلا واهلا. ونرحب بالناس اللي بتشوفنا برضو. الناس اللي بتشوفنا. سلام على رسول الله الى جاي لجا سيدنا محمد الله مع الجلال. الطريقه المغربيه شفتي؟ اهلا وسهلا بيكي وسهلا بيكي. هي انا تحسي ان البرنامج مبهج، ضيوف مبهجه. دي على فكره دي عندنا يعني، انا عارفاها بسمعها وبعشقها بصراحه. بس انتوا صوتكم حتى صوتكم حلو يعني، انتوا في على فكره تون واحد والله. قولي قولي. ماما لما بتكلمنا يعني، فبتكلمني انا، بتقول لي هبه. بتكلم هبه بتقول لي سوسن، اللي هو بكلمها وطول المكالمه على اساس انه ماما اللي بتتكلم. طب هبه فين؟ ما انا هبه اللي بكلمك. طب والله دايما بنعمل فيها كده. حبيبتي ربنا يخليكوا لبعض يا رب. قولي لي طبعا بقى، اكيد اللي بيعمل ده بيعمل حوادق. اكيد. طب احنا الاول معانا صور ليكوا للشغل بتاعك، طبعا هتنزل لنا دلوقتي هنتفرج على الابداعات بتاعت الشيف سوسن، بجد فظيعه جدا جدا جدا. ربنا يخليك. انا عشان الكريسماس وكده فانا ما رضيتش اجيب المره الجايه بقى. ان شاء الله الصور معانا اهي. الاشكال فظيعه والالوان فظيعه. ربنا يخليكي. ده يا جماعه الصوره دي للعسل والليمون والميه اللي احنا لسه قايلين عليه علشان الفروت ما تتبلش. الحاجات بقى اللي فوق التورت والكلام ده كله بقى بتبقى حاجات جاهزه ولا انت برضو اللي عاملاها؟ في حاجات انا بعملها وفي حاجات بجيبها جاهزه. بس انا بحب اغلبيه الحاجه بحب اعملها بنفسي. حلو ده، شكلك بتحبي المطبخ. جدا. عارفه بحب الحاجه تكون عندي موجوده، ما خلاص وابدع. سيبيني ان شاء الله شهرين تلاقي حاجات كتير ما شاء الله. بس بتحب تعمل الحاجه لوحدها. لوحدها مش حد يساعدني. طب ماما ساعدك. طيب في اي طب المواعين، طب اخبارها ايه؟ اعمل ايه؟ طب ممكن هبه بقى تشيل المواعين ساعات عشان دراستها. ساعات هي بتقول لي طب انت عندك مذاكره، طب خليكي في مذاكرتك وفي حاجاتك. ما شاء الله. ده السبب ده بنسميه برستيج. برستيج. حلو. ليه؟ عشان شكله برستيج. شكله برستيج. ده طبعا عزومات رائع جدا جدا جدا. حلو قوي. ربنا يخليكي. الصور طبعا بتتكلم عن نفسها. ده كب كيك طبعا شكله مميز جدا. حلو قوي. طبعا انت بقى طبعا الحاجات اللي بيبقى فيه فرح، اوكي، اعياد ميلاد والكلام ده كله. اكيد هيبقى الوانه رائعه الجمال يعني. قول لي بس لحد هو عايز ايه وكده ويخلينا بتاع بقى. طيب ما تعمل لنا اوفر كده لفيونكا وبيبيون، بحب المقالب دي قوي. يعني حد يكلمك يقول لك انا تبع فيونكا وبيبيون وعايز اوردر كذا، هتدي له من عندي قبل العند. والله بجد ممكن نكلم هبه. طالما هبه اللي ماسكه الحاجات دي اللي تقولي عليه هو اللي هيبقى تمام. إيه؟ انت عايزه ديسكاونت؟ انا لا انا انا متواضعه وجميله. انت قولي، انت كل حاجه ليكي. انا مش عارفه والله يا حبيبتي. لا انت قولي، انت برضو اللي بتشتغلي وانت اللي عارفه خاماتك يعني تقدري تعملي خصم كام تبقي انت كده تمام والبرنامج كده مبسوط. تمام. نعمل ايه؟ ممكن ديسكاونت 20-30%. ايه؟ بصي ببلاش احسن. بلاش ديسكاونت يستاهل 80%. المهم بلاش. لا 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 كده هنيجي عليكم. طب اوكي. كل الناس اللي بتشوفنا، اي حد هيكلمنا يقول لنا انا تبع فيونكا وبابيون عنده ديسكاونت 30%. حلو ده. تمام. حلو جدا. قولي لي بقى دلوقتي، اي حد طبعا بيبقى عايز التورت والشوكليت والحاجات دي بتبقى دماغه مشوشه، بيفضل بقى يدي سكرين شوت لحاجات وتبقى أكيد. بتعمل صور مش عارفه بقى تختار ايه، مشوشه عايزه تمشي مثلا شخصيات زي سنو وايت والباربي والمش عارفه ايه، لا امشي حاجات شكلها جديد. لا الفروتس رجعت شويه. لا ببقى بكلمك. انا بقنع الناس. ايوه. انهم يغيروا الحاجات اللي كانت مثلا زي التقليديه. التقليديه. بقول لهم يغيروا يعني يعملوا حاجه جديده.
حلو انت يا متغير انت. اه والله بجد. برافو عليك. حتى الناس مثلا بقول لهم عوض مثلا ما تودوا مثلا تورته او ودوا حاجه، ودوا طبق زي ده. برافو عليكي جدا. هتشوفوا او يكتبوا زي ما كاتبه انا في يوم كوبا بيون حبيبتي. فيعني يعملوا اسم الشخص اللي على فكره دي تبقى اميز. أوه. وبتحسسيني ان انت جايبه حاجه مقدراني انا شخصيا بالزبط. بيها وحاجه جديده وحاجه لا واللي يدوق يقول لك لا انا مش عارفه اتكلم على دي ولا دي ولا دي. فكلهم حلوين احلى من بعض. انت جميله فكده. والله العظيم جميله. قولي لي بقى، بتحسي بصفه عامه بقى في فرق في الاكل بين الاكل المغربي والاكل المصري؟ اه هو كتير بصراحه كتير. انا بطبخ مغربي في البيت يعني. والله. طب قولي لي ايه عندكم اكلكم دسم جدا. اسم الله علينا. حسينا على طول كرونه بشاميل يعني احنا عندنا لا ممكن نحط مثلا نقطه زيت يعني شويه كده بس. بصي انت ممكن تعملي المكرونه البشاميل وتخليها هيلثي شويه يعني، مش لازم بقى سمنه كتير لا انا ما بحطش سمنه كتير بس بتعملها لي بس بطريقتها يعني. بعملها بطريقتي بس ما بتجيش يعني زي بطعم التاني. لا هي بتيجي حلوه بس مش زي الدسمه. دسمه بس يعني انت حاسه بالفرق بين الاثنين في الدسامه اكتر حاجه. دسم اكلكم دسم ولما مثلا تاكلي شويه لا خلاص تشبعي. مش قادره احنا علينا. واحنا وحياتك عندنا حد عند اسره مصريه ويعني ما شاء الله بيبقى الاكل كتير. لا كلوا والله مش قادرين احنا نشرب شويه. لازم تاكلوا دسم يا جماعه كده برضو. واحنا اكلنا مثلا لو هتاكلي لا ممكن تزودي وعادي براحتك. مش هتحسي انك تقيله لا خالص. هتجي لنا الحلقه الجايه وتعملي لنا حاجات حادقه بقى وندخل المطبخ بقى نكركب الدنيا مع بعض. برضو ماشي ان شاء الله. نورتوني. ربنا يخليك. ربنا يسلمك يا رب. ربنا يخليك. اظن انتم مبسوطين زي ما انا مبسوطه من الفقره. هنطلع فاصل صغير على بال ما ادوق بقيه الحاجات ونرجع نكمل في يونكا بيور. تمام. معانا دلوقتي بسمه وهي عاطيه ابتسامه جميله عشان هي حد جميل وهادي وجميل جدا بس هي عندها معلومات كتير جدا. ازيك يا بسمه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام منورانا النهارده. نورك. ميرسي والله. تخصصتي قوي بقى في المايكرو بليدنج وانتي اصلا دكتوره صيدلانيه. معانا ميزوثيرابي، معانا علاج شعر، معانا حاجات كتير جدا. طلعي كل اللي عندك. كرسي كنبه الاعتراف. هو الموضوع بدا معايا لما كنت في الكليه. كنت دايما حابه مجال التجميل وحابه اخوض في التجربه دي وكان نفسي جدا اصلا ادخل جلديه او تجميل او كده بس ما حصلش نصيب يعني. أوكي. فبدات بعد ما خلصت الكليه قلت خلاص يعني احور شويه. ايوه يعني احقق امنيتي في موهبتي. ولقيت صيدله في الاخر افادتني كتير. يعني خلتني اعرف بنحط ده ليه ولما نحطه هيعمل طب ايه. طب بالعكس ده شفتي دي ميزه. احسن بالزبط. من اي حد داخل المجال وخلاص. برافو عليكي. بس فبدات بقى واخدت دبلوماتي. قلت لا لازم ادخل حاجه تكون دارساها. حلو. خدت دبلومات كتير في حاجات كتير بعد كده واشتغلت في عيادات تجميل كتير. عشان اكسبيرينس طبعا. طبعا لا وكنت حابه المجال وكده والمجال حلو جدا في المنصوره اصلا. فاشتغلت في كذا عياده وخدت في المنصوره مكسره الدنيا الحمد يعني لله. هو بيقولوا بص الله اكبر يعني تاتشوت يعني بس هي حقيقي مكسره الدنيا لان هي يعني انا احساسي من غير ما اروح المنصوره هي كده حتى بروفيشنال جدا. هي عارفه بتحط ايه على ايه عشان تعمل ايه صح كده؟ الحمد لله. طيب قولي لي بقى بداتي تبقي حابه مجال المايكرو بليدنج والحاجات اللي ضمن التجميلات ضمن التجميل طبعا لان بدا حبي ليه لما كان في ناس مثلا بيخلصوا الكيموثيرابي بتاعهم فيبدا شعر الحاجه بيبقى متساقط جدا وانا بحب الست ترانسليشن بس هي بتتكلم عن الناس اللي اخذوا كيماوي اللي عندهم كانسر او عندهم سرطان ربنا يا رب يعفي عنهم كلهم يا رب. الحواجب طبعا بتقع وبيبقى في مشكله ان هم ما عندهمش حواجب فهي حبه الحته دي ما عندهمش ثقه في نفسهم قوي ايوه بتبقى مكسوفه شويه او متضايقه. بحب البنت تبقى حاسه ان هي حلوه بنت واثقه في نفسها حلو. فلقيت الابلكيشن ده هو اصلا بدا في روسيا واوكرانيا وكده وجالنا مصر فبدات طب ليه لا فاخدت اذن الدكاتره وسالته كتير قال له طالما خلصت العلاج بست شهور بتقدر تبدا عادي يعني اي مريضه كانسر كان الاول بيقولوا لا مش سكين كانسر مش سرطان جلد اوكي اي نوع سرطان تاني بالظبط ربنا يعافيها بس تستاذن الدكتور بتاعها برضو وكده. تمام. فمن هنا بدات احبه. طب بس ده بقى بيخلي عليكي مسؤوليه كبيره جدا بقى بتاعه التعقيم والابر والحاجات دي. اصلا معظم الادوات وان يوز بتترمى على طول. بس عشان كده لما التكلفه بتقل قوي ببدا اتخض. بتحسي ان في حاجه غلط. برافو عليكي. طب ممكن تلفتي نظرهم للموضوع ده؟ بلفت بس في طب الفتي دلوقتي يعني في يوم كده تركزوا لما يبقى ال ال التكلفه المايكرو بليدنج قليله تبداي تسالي الماتيريال اقل الصبغه اقل. الصبغه لو فيها رصاص او زنك ممكن تتاكسد وتبدا يبقى لونها جراي ويبدا لونها زيتي ده اللي بيسيب فرق بقى.
ده اللي بيبين الفرق. طيب من غير ما نقول اسعار اي حاجه، عشان احنا طبعا عارفين ان اسعار المايكرو بليدنج اسعار خزعبليه، وكل ما هي بتبقى واثقه في نفسها اكتر او عملت كام رسمه. هو بصراحه في ناس بتزود السعر قوي عشان أيوة. الرسمه بتبقى اكتر احترافيه. لا انا بتكلم على المايكرو بليدنج كحواجب مش كرسمه جسم او تاتو او الكلام ده كله. ستارت من كام ابقى انا حاسه ان المكان معقول وفي السليم كماتيريال؟ كاستهلاك يعني انا ولا سعر الجلسه كلها بعضها؟ لا سعر الجلسه، يعني انا رايحه اعمل مايكرو بليدنج كام سعره اخاف منه؟ يعني 500 جنيه اخاف؟ طبعا ما ده اللي اقصده، لحد 800 تخافي. ده اللي انا بتكلم فيه. الا لو حد مثلا سعره الاساسي مثلا 1500 ده اوكي، وهو مثلا عامل اوفر شويه فموصله 800 ل 1000 في السيزونز او في الاعياد او في لكن 500 نو واي لا خالص. خالص عايز اقول لك علبه الصبغه الواحده اصلا 800 جنيه بس الصبغه احنا عارفين بتستخدم لاكتر من حد. لا دي حاجه اوكي لكن كابره ومعرفش ومشرط تقريبا او في ادوات تعقيم تانية يعني، وفي لازم بنطهر الجلد اصلا بالكحول الاول قبل ما نشتغل بكحول سبيرتو حاجات كتير، وبنحط في يعني بنحط مراهم بعد الجلسه مش فازلين. ايوه مش فازلين مش فازلين مش فازلين خالص. فازلين ده انا سمعته كتير، اوعوا فازلين. مش انا اعرف ان الفازلين ده بيضيع اللي انتوا عملتوه تقريبا. بالزبط. صح كده. طب قولي لي في انواع من انواع الكانسر ما لهاش مايكرو بليدنج؟ ده بنستشير فيه الدكتور متخصص طبعا الاول. بس اللي اعرفه جدا ونو واي السكر. اللي عندهم سكر ممنوع عشان دي جروح ما بتلتئمش. اللي عندهم سرطان في الجلد والعياذ بالله، والحوامل. الحوامل بنبعد عنها لان هي دايما بايظه لوحدها، هي مسوسه لوحدها فمش ناقصين. طيب ليه بديل؟ يعني في حل تاني هي لو هي مريضه كانسر جلديه جلد مثلا ومش هينفع تعمل؟ كان بيجي لي حد كده يعني بنصح لها بالحنه اللي هي الرسم عادي بالحنه، او بعلمها ازاي ترسم حاجه عادي ما بسيبش حد يمشي زعلان. انتي عسل. والله العظيم انتي عسل. حلو رسم فكره الحنه دي حلوه جدا. اللي هي بترسمي رسمه وبتعملي لها حنه في البيت مش شرط كل شويه عادي يعني. راحه مراكز وجايه كده. ما هي ممكن تبقى مكسله لان هي ممكن تكون يعني ممكن تعبانه مجهده كلام من بتعلميهم. والله العظيم انتي سكر. طب قولي لي بقى ده كده خلاص اخر حاجه. في بقى في المايكرو بليدنج في مايكرو شادو ولا ده يعني فهميني فهميني الجديد؟ في شادو دي هي نفس فكره الابره بس بتخلي اللوك كانه حاطين شادو بالباودر اللي هو يعني ناتشورال اكتر ولا مش حلو اكتر؟ المايكرو بليدنج هو الناتشورال اكتر، ده الاحلى. اوكي التاني ده لا بيبقى مطمس شويه يعني. الرسمه بيروح زي الفيلر شويه. لا هو زي التاتو اصلا. زي التاتو القديم ده اللي هو بيبقى كله شكله شبه لونه بس بني او فاتح شويه وكده. يعني تاتو مستهبل. هو حلو، هو في ناس بتبقى حباه، هو حسب الراحه. بس احنا بنتكلم في اللي بيبان ناتشورال اكتر هو المايكرو بليدنج اللي هو الهير باي هير الشعرايه شعرايه. طب قولي لي بقى انا سمعنا يعني ان انت عامله حاجه كده مش فاهمه ازاي ان انت بتشيلي المايكرو بليدنج لو مضايقني الرسمه مش حلوه مثلا. لا مش بشيله. امال بنظبطه؟ لا انا بنصح الناس لو حد عايز يشيله بقول له يروح على جهاز معين ليزر بيتشال بيه. ده موجود وتمام. موجود عادي. موجود عادي. اصل في ناس كانت تقول مستحيل والجلد ما اعرفش بيحصل له ايه لا في جهاز اصلا لازاله التاتو اصلا. انت بتطمنه له؟ بيأثر على الشعر نفسه؟ لا خالص خالص. لا خالص. جايبني الطلاقه في الموضوع. أيوة يعني انا اشتغلت في كل ده. الحاجات دي الحاجات دي شكليات يعني، يعني الجهاز ده اصلا غالي وموجود في حتتين ثلاثه اربعه بس، فانا طيب عارفاهم كلهم. يعني لو حد يا جماعه متضايق من شكل حواجبه ان كانت فيلر او تاتو وانا اعرفه يشيله فين. حلو جدا. طب ده حواجب بس مايكرو بليدنج ولا اي تاتو مضايقني؟ اي تاتو اي رسم اي تاتو. بس انا بصراحه التاتو والوحمات والصبغات هو الجهاز ده مخصص لكده. والوحمات والصبغات. حلو جدا. ايه الصبغات دي بقى؟ التصبغات اللي في الجلد يعني. تصبغات يعني من الشمس مثلا او بره الطرحه وجوه الطرحه دي؟ طب دي حلوه جدا. الناس اللي بتعاني من جوه بره، اصل في ناس شغلها في شمس فبيدي سايقه طول النهار. ما تكلمنيش بقى امسكي الدركسيون من تحت. انا طول اليوم برضه ده حل شويه، تحسي ان ايدك من هنا غير ايدك من هنا. شكلك بتعاني من الدركسيون برضه. طب قولي لي بقى الجديد بقى في البشره والتقنيات اللي طلعت للبشره. البشره بصراحه هو حوار الدرما بين بقى واخد مساحته جدا الفتره دي، بس تحسي ان هو في كم من المعلومات
وكم طبعاً. ناس ساعات بتفتي وساعات بت لا لا هو موضوع ابسط من ذلك. طب كل وضحي لي وقولي لي كل واحده تستخدم الديرما بين ولا الديرما الثانيه، يعني في كذا نوع. لا هو الفرق بين الديرما رولر والديرما بين ان الديرما رولر الاستخدام الشخصي، يعني انا اجيبها في البيت واستخدمها، كمان مقاس واحد. حلو ده، حلو سهل. الديرما بين مقاس واحد، انما الديرما بين هو جهاز بنركب فيه الابره، الابره دي برضو بتبقى استخدام شخصي. الجهاز بقى بنقدر نرفع الابره او ننزلها حسب الطول اللي احنا عايزينه، لان الجبهه بتبقى مقاس، الخدود مقاس، الحته دي مقاس، كل حاجه بقى لها مقاس طول. فالديرما رولر هي مقاسها واحد، مش هتعرفي تتحكمي فيها. ده كل الموضوع اصلا. هو الفكره حلاوتها، حلاوه الديرما بين ان هي اصلا بتحفز الوش انه يبدا يعالج نفسه. فانا مش محتاجه اي حاجه، يعني لو حتى لو عملتيها من غير كريمات غاليه ومن غير اي حاجه هي بتدي الافكت. فاحنا بنحط السيروم او كريمات. بما انك دارسه صيدله فبس فانت فاهمه الدنيا جدا. طب احنا معانا شهاداتك كمان عشان يعني نبقى يعني نخلي الناس تثق في نفسها شويه. طيب قولي لي بقى، انا مش محتاجه الشهادات دي بقى، طب ممكن كلميني عنها؟ دي دبلومه الجلديه والتجميل والليزر. اوكي. دي اللي اخدتها بقى، ودي اللي فتحت لي اصلا المجال قوي في المجال. دي اللي اتعلمت فيها الميزوثيرابي والحاجات دي كلها، والليزر واجهزه الليزر والميزوثيرابي سواء للشعر او البشره. بس برافو عليكي. معانا شهاده تانية كمان ليكي، دي شهاده صيدله. اكيد صيدله. يعني معانا دكتوره، يعني بصي بس انت حقيقي شوفي سبحانك يا رب، يعني بجد يعني الكيس بتاعتك دي ان انت حطيتي ان انت كنت حابه المجال وربنا ما وفقش بتقديرك او وات ايفر، يعني دخلتي حاجه تانية ولقيتي الاثنين وصلوكي لاكتر مما تتخيلي. الحمد لله ربنا يوفقك يا رب. قولي لي بقى، البلازما للشعر والبشره كلميني بقى عنها شويه. هي للشعر، الشعر له حاجتين، يا اما بلازما دي اللي شعره عادي وعنده مثلا تساقط بسيط هيشان كده، فدي بتساعد. وبنحطها برضو ليها طريقتين في التطبيق الابلكيشن، يعني يا اما بالحقن المباشر. أوكي. او برضو بنستخدم الديرما بان. والله حلو ده، الناس اللي بتدلع يعني بنستخدمه الديرما بان. والنبي دلعيني انا عشان الثانيه دي صعبه قوي. صعبه قوي صح؟ صعبه. ما تكلمنيش عنها عشان حد ايده تقيل شويه. لا بصي، يعني عايزاكي تشرحي خطواتها بس عشان يبقوا فاهمين. خطوات ايه؟ البلازما العاديه مش الديرما بين. البلازما العاديه عادي، احنا بنسحب الدم برضو بنحطه في جهاز الفصل. ايوه. وبنفصل البلازما، بناخدها وبنحقنها في الفرو. مؤلم. بابر كده. ابره انسولين. ابره. لا ما تتكلميش عنها باستهياف. لا ابره صغنطوطه خالص. بس بتوجع جدا. بس هي بس يعني نتيجه حلوه جدا. نتيجه حلوه، بس انا يعني سمعت ان هي لازم تفضلي مكمله. هو لازم يعني كل شهر جلسه لحد ما تحسي. لحد ايه بقى؟ لا هو لحد ما تحسي انت بتحسي، تبداي برضو تغيري الروتين، يعني تاكلي اكل صحي. في طريقه معينه لتسريح الشعر، ما ينفعش تسرحه وهو مبلول. في طريقه معينه للشاور، يعني ما ينفعش احط الشامبو على اول الراس خالص يعني. طب قولي لنا يعني الشامبو ما ينفعش احطه بغزاره على الشعر كله، لا على اول الراس بس، يعني الشامبو معمول للفروه مش لبقيه الشعر. والبلسم العكس، البلسم معمول لورا بس مش بالراس من قدام. ففي حاجات كتير قوي احنا بنعملها غلط. دكتوره برضو والله، يعني الفرشه تبقى خشب ما تبقاش بلاستيك. الفرشه خشب او مشط خشب او مشط عادي خشب. أوكي. ومشط واسع. مش لازم الفرشه الضيقه قوي او المشط الضيق قوي. طب في فرش طالعه اللي هي بلاستيك بس بيقولوا برضو اللي هي ما فيهاش ما تعملش كهرباء كده او الكتروستاتيك. لكن المشاط البلاستيك ما نستخدمهاش خالص. لا مش خالص، وما تبقاش ضيقه، مش شرط يعني. بس وصوت التقطيع ده مش حلو، ترتاح قوي لما تسمع صوت مش حلو ده. ففي بروكوشنز كتير او يعني تحذيرات كتير المفروض تتعمل. وتاكل اكل صحي طبعا. لو تحلل نسبه الهيموجلوبين في الدم، نسبه الحديد لازم تشوفه طبعا. لو واحده لو اقل من 10 او 11 مالهاش لازم اصلا تحقن بلازما. ليه بقى؟ ما كده الدم ما فيهوش فايده، ما كده الفايده اللي في الدم خلاص مش موجوده. تحسي ان احنا صارفين ومكلفين ودارسين يعني جوه وبره. طب والله منطقي جدا ان انا خلاص هو الدم ما فيهوش غذاء من الاخر على البلاط. فهميها كده. هيفيد الشعر في ايه؟ فساعتها يعني هي بتدي الميزوثيرابي بقى. طب يبقى حد ايه بقى الميزوثيرابي؟ الميزوثيرابي ده فيتامينز كتير للشعر زي البايوتين والفيتامين سي والدي. فيتامينز كتير، كل الفيتامينز مع بعض كوكتيل حلو بيتحط في ده. برضو بيتحقن بالحقن المباشر او بالديرما بان. ده بقى بيعالج الصلع الوراثي، التساقط. لو حد الهيموجلوبين بتاعه واقع فده احسن له لحد ما يعالج الهيموجلوبين. ما ينفعش حد يعيش كده طبعا. فكل ده دي نقطه ثانيه. طبعا يعني دي حاجه اساسيه معانا. طبعا الصور بتاعه الحاجات بتاعتك الرائعه موجوده معانا،
ده مايكرو بليدنج طبعا فرق بشع يعني بجد. ده اختراع جبار على فكره، اختراع حلو جدا طالع ناتشرال خالص يعني. ده دي الصوره الثانيه دي في بعد الريتاتش خلاص خلاص يعني. انت هي خلصت وعملت كمان الريفل بتاع شكله ناتشرال خالص حلو جدا. انما بقيت الصور كانت في اول جلسه عشان كانت على فكره انا كتير لاحظت ان من الصور يعني لما ببقى شايفه الوش كله ان الحواجب وهي رفيعه او ليها رسمه كده بسيطه بتخلي السن اكبر بالظبط، يعني بتخلي الشكل مش بالزبط. مش حلو. ده برضو مايكرو بليدنج. انت هنا بتدي سبوت على ال وكمان الحاجه لما اول ما بنكبر دي اول حاجه بتتشد لتحت فاحنا بنحب نرفع يعني نشدهم مش هنرفع بس بيتشدوا في الرسمه. برافو عليك. دي من اللي درسته برضه. بس انتي كوكتيل خطير. في ايه؟ لا يعني فاهمه ودارسه يعني عارفه اول ما الوش بيشيخ بينزل من الحته دي كده فبيشد الحاجب. نبي يشدنا كده ولا في حاجه عايزه تتشد طيب؟ شفتي ان اول حاجه الست تعمل كده؟ ايوه عملت كده. ايوه في كل الافلام على فكره. تاخدي بالك كمان من الصور بتاعه الموديل لما بتبقى طالعه تعمل سيشن وعايزه تبين قد ايه رسمه الحواجب فظيعه مع رسمه العين بتلاقيها تروح رافعه كده فاهمه؟ برافو عليكي شطوره جدا. الشعر بقى بيبتدي لو هو في مثلا الفروق بتاعه الشعر دي لما تبقى باينه زي الصوره دي كده بالظبط. الله ينور عليك. ايه ده افتر وبيفور طبعا واضح جدا بالزبط. دي اخذت ايه بقى؟ دي خدت ميزوثيرابي. ميزوثيرابي طب انا ممكن 3 شهور 3 شهور ورا بعض جلسه في الشهر ولا كل قد ايه؟ اول شهر بتبقى جلسه كل شهر. اوكي. تاني شهر بتبقى كل 10 ايام. الشهر الثالث كل 15 يوم. دي ابر برضو؟ في الشعر كله. ليه كده يا جماعه؟ مفيش فكره طب اسهل شويه؟ من لسه احنا عايزين نخترع بقى. ما حقيقي يا جماعه. يعني الدواء البيرفكت او المثال ان انت تاخدي حبايه واحده تعالج الحاجه على طول. صح كده؟ فدي احنا ان شاء الله شغالين عليها. لكن الميزوثيرابي او البلازما مش بيزود شعر الجسم كله. لا لا هو ما هو الحقن موضعي. ايوه عشان في ناس بتخاف لو عامله ليزر او حاجه لا لا. ان هي هي الفيتامينات بتاعت الشعر هي اللي بتزود في. طب ممكن تكلمينا عن النقطه دي بقى بليز؟ لازم نستغلك اسوء استغلال. الميزوثيرابي طالما الحقن موضعي خلاص يبقى هو في المنطقه اللي اتحقن فيها على طول. طيب ايه بقى الفيتامين اللي ممكن تزود شعر في الجسم؟ معظم الفيتامينز بتاعت الشعر. معظم الفيتامينز صراحه بصوا هو خلاص ما هي الماده اللي في الشعر بتاع الراس هي نفسها اللي في كل شعر. اوكي. فهي بتبدا يعني ما فيش حاجه اسمها لا ده مش بيزود شعر الجسم. تخيل ما خدته من البق مش هيميز. والله انا بقول كده برضه اصل مش معقول هيعرف ان ده شعر راسي وده شعر يعني مش معقول. كنا الاول عملناها للكيمو دخل على الخلايا السرطانيه خلاص يعني. بس برافو عليكي. طيب لو انا مثلا شعري بيتساقط وعايزه اخد حاجه. لا عادي ناخد ايه المشكله؟ ما هو ممكن يزود في الباقي ولا مش مشكله بس انت مش عايزه ما هي ممكن تكون عامله بلازما. احنا بنلاقي على طول الاسئله دي على طول بتتبعت انا عايزه اخد حاجه للشعر بس انا عامله ليزر فتلاقي ان الاثنين. لا هي النتيجه ما بتبقاش يعني مش للدرجه دي غير ملحوظه فما نتكاش فيها قوي يعني. طيب هنخش بقى على الليزر. لا انا ما عنديش ليزر بس انا لا. عارفه يعني اديني نصيحه عامه. في حد ممكن ما يعملهوش في حد ممكن يعمله؟ النصيحه ان ما يقروا كويس في الاجهزه لان كل جهاز بيختلف عن التاني. يقروا كويس في الاجهزه. حلو. وفي اجهزه بتبقى للشعر الاسمر في اجهزه للشعر الفاتح. طب دي يعني لا دوري انا ولا دور الكلينيك اللي انا رايحه؟ لا انت بتسالي الكلينيك بعادي هم بيردوا عليكي في كل حاجه. واهم حاجه يعني الوش ما بلاش. طب ليه بقى؟ بياخد جلسات كتير قوي وما بتجيبش نتائج اللي هي عشان الشعر بيبقى ضعيف وخفيف. ممكن الشعرات التخينه بس هو دي بصفه عامه ان الشعر التقيل هو اللي بيتشال بسرعه عن الشعر الخفيف. طيب اديني بقى شويه نصايح كده لفيونكات اللي قاعدين بيتفرجوا علينا. كل اللي يخطر على بالك كده قوليه من غير ما تفكر. لا هي اهم نصيحه اهم حاجه الثقه بالنفس. والله العظيم يعني بصي عزل وصلاني بس مفيش حاجه تانية. الباقي الواحد برضو ياخد باله من صحته. مش كل حاجه كريمات وكل حاجه احط ايه واعمل ايه. مثلا لو اكلنا اكل هيلثي وعشنا صح وصحينا بدري ونمنا بدري مش هنلاقي هالات سودا مش هنلاقي فعلا ده اهم حاجه. بس إيه طيب بطبيعه الحال في ناس بتحب تسهر في ناس عندها فترات شغل مثلا او مضغوطه نفسيا تشرب ميه كتير تشرب ميه كتير وتاكل حاجات فريش على قد ما تقدر. خضروات وفاكهه طبعا دي موجوده معانا وتسهل ناكلها في اي بشاميل حتى. يعني حتى مدام سوسن قالت شيف سوسن قالت ان احنا بناكل بشاميل دسم قوي في سمنه كتير. خدت بالي اكلنا وحش قوي ان هم اكلهم شفتي تحسي ان المغرب حتى يعني اخدين بالهم ان احنا السمنه أيوة عندنا زايده شويه. طب ما اللبنانيين السوريين مطبخهم غني جدا بس مش تقيل كده. مش تقيل احنا يعني كل ما الضيف كان عزيز بنطلع السمنه اكتر. طلع السمنه وبتطلع طقم النيش عادي. برافو عليك. صح عندك
حق والله. طيب قولي لي بقى، انا دلوقتي مثلا عايزه اعمل روتين للبشره العادي خالص، لو انا بنت قاعده في البيت وعادي بنام وبقوم وكده. اهم حاجه نهتم بالترطيب اول ما نصحى الصبح. اوكي. مش شرط نغسل وشنا بغسولات وكده، كفايه الميه حلوه قوي. ميه بس؟ الغسول بيغير البي اتش او طبيعه البشره. والله. بس كمان مش كلنا عارف الغسول المناسب ليه. برافو عليك. يعني احنا لو حددنا طيب. اوكي 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 بس نبقى محددين وعارفين. اهم حاجه نرطب وشنا، نحط سان بلوك حتى لو انا واقفه في البيت قدام البوتاجاز، مش الشمس بس، ما دي حراره برده وصهد وكده. وبالليل لازم نحط سيرم قبل ما ننام، سيرم ترطيب برده، بس يبقى أو سيرم او كريم ولا سيرم؟ لا السيرم احلى عشان يبقى تقيل. نورتيني. ده نوري بجد والله، مبسوطه منك جدا. وانسى ثقتك في نفسك. الحمد لله. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، وتجي لنا حلقه ثانيه نتكلم برضو عن حاجات تخص كل في يوم كيت. شكرا ان شاء لك. خلصت خلصت. انا قبل ما ادخل بقول لهم هي بتبقى شك الدبوس والحلقه بتخلص، مش عارفه بتخلص بسرعه ليه، عشان احنا بنحب قعدتكم وبنحب نتكلم معاكم. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، وطول الاسبوع مع بعض على السوشيال ميديا، على الفيسبوك على فيونكا وبيبيون، وعلى الانستجرام على مروه حسن بالانجلش. هتوحشوني الاسبوع الجاي، وبوسه كبيره وحضن كبير لغايه ما اشوفكم تاني. باي باي.